اتأخرت عليك. اهلا اهلا، ازيك يا كمال؟ ولا يهمك، اتفضل. قول لي بقى ايه الموضوع اللي انت عايزني فيه، لان انا مستعجل جدا وعايز اروح على البازار. فاكر عدول ايام الجامعه؟ فاكر البنت سماح اللي كنت معجب بيها؟ كنت انت عامل فيها ان انت بقى محترم قدامها، ورحت انا جاي من ورا ومركب لك دير. بس كان موقف ظريف، ست عرفتني احب اضحك واضحك اللي حواليا. ايه يا عم انت داخل سخن عليا ليه؟ ما هي سماح دي لعلمك يعني كانت ماشيه معاك الاول، وانا بقى اللي جيت من وراك ورحت فقعها قصيده فراحت سابتك ومشيت معاك. كان موقف ظريف جدا صراحه يعني. لا بس اقول لك انا بقى الاظرف منه، ان سماح دي كانت ماشيه مع الدفعه كلها، وانت الوحيد اللي ما كنتش تعرف، والدفعه كلها عماله تضحك. وايه يعني الدفعه كلها قد ايه يعني؟ وبعدين انت ما قلتليش ليه؟ قلت اسيبك حكم، انا احب اشمت وشمت اللي حواليا. يعني انت جايبني بعد الفتره الزمنيه دي كلها عشان تفكرني بالكلام ده؟ انا ماشي، انا ماشي. لا لا، اقول لك عادل، انا الحمد لله ربنا كرمني دلوقتي وبقى عندي فلوس كتير ومجموعه شركات وموظفين ياما، حكم انا احب اكسب وكسب اللي حواليا. حضرتك يعني ما شاء الله بقى عندك كل حاجه. انا يا سيدي لو ما اشتغلتش يوم مش هلاقي اكل انا والناس اللي مسؤولين مني دول. عادل عشان خاطري استوعبني. اتفضل اخلص. ماجد ابني يا سيدي للاسف طلع نسخه مني بالظبط، نفس طباعي. يا نهار اسوح يا عيني، ده اكيد بقى يعني مبهدلك انت واللي حواليك برضو. كل سنه بيسقط في المدرسه، بقاله 5 سنين يا عدوله بيسقط سقوط متواصل. ياه، ما جلاش ولا سنه ونجح مثلا؟ مصر يا سيدي يعكر صفو حياتي، كل ما انجح انا في صفقه يسقط هو سنه. طيب ما تسقط انت في صفقه عشان ينجح هو سنه. عملت كل المحاولات، سقطت في ان انا انجحه، في الاخر بقى رحت جايبه المجد. قلت له اسمع يا ولد ماجد، انت لا ليك لا في شهاده ولا في تعليم، انت لازم تبتدي من اول السلم، من الصفر، من تحت الصفر كمان، تتعلم شغلانه صغيره كده فقيره عشان تشوف الناس الزباله بتشتغل ازاي. صح، برضو الاب لازم يربي ابنه. قلت بقى مفيش غيرك اعاقب ماجد بيه واجيبه لك تمرمطه. انا مش فاهم انت يعني بتشكر فيا ولا بتذم فيا، لكن المهم ايه المطلوب؟ مش مهم، انا عايزك تاخده عندك وتشغله وتبهدله. يا سلام، معقول يا عم كمال؟ ده يوم المنى، اعتبرني كاني بعاملك انت بالظبط. مرمطه. منور يا عم كمال. هددتك ونفذت تهديدي. ايه التحف اللي انت موقفني في وسطيهم دول؟ تحف؟ سيبهولي انا بقى كمال، واتكل انت على الله على شغلك. اهو عندك اهو، عايزك تبهدله، عايز يرجع من هنا راجل. ده لو رجع لك اصلا اتكل على الله. هتتمرمط. بس يا دولا، سيب لي انا بقى الواد ده اوديكه على واحده ونص رمزي. ده اساسا بيحب يضحك ويضحك اللي حواليه، وانت هتتشقط هتتشقط. تسكت انت. انت ايوه انت يا بسلوبيت، تعال تعال بسرعه. هات لي نسكافيه وتشيز كيك عشان انا عايز افطر، وهات لي نفسك حاجه افطر بيها حكم، انا احب اكل واكل اللي حواليا. خدامك. خد يا خدام. تعال 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 تعال. ما صدقت شفت الفلوس، خدتها وجريت. اكل ايه اللي انت هتروح تجيبه يالا؟ خد تعال تعال تعال. بتبرطم بتقول ايه؟ ما ببرطمش. بتبرطم بتقول ايه؟ بحسب. وانت يالا قوم يالا قوم يالا، انت مش شايفني واقف؟ تقعد وانا واقف؟ طب ما تقعد انت كمان، ما في كرسي عندك اهو. وبعدين انا بحب اقعد واقعد اللي حواليا. يا سلام، وانت فكرك يعني مش شايف الكرسي؟ قوم واقف يالا، قوم واقف يالا. والاكل اللي احنا بناكله هتطفع معانا منه. ليه بس يا دولا كده يا عم؟ انا كنت عايز اكل شوز بالكيك. شوز بالكيك؟ انا مش موكل لك قبل كده يالا شوز بالطعميه؟ امتى ده دولا؟ مش لما جبت لي الطعميه مره ناقصه اديتك بالشوز على دماغك، فاكر؟ ايوه فاكر يا دولا. طب احنا بقى دلوقتي يا عم هنفطر ايه بقى؟ هنفطر، مالكش دعوه مالكش دعوه. وانت يالا لازم تبقى فاهم النظام هنا في البازار. البازار ده فيه تسلسل وظيفي، يعني اول حاجه الراس الكبيره بتاعت البازار اللي هو انا، مساعد الراس الكبيرة اللي هو الحيوان ده. ايه ده يا دولا؟ مساعد الراس الكبيرة؟ ايه عن الودن مثلا؟ ايوه يالا، انت الودن يالا، انت ودني. يعني أول ما تسمع من الواد ده أي حاجة تيجي تقول له على طول. ماشي يا دولا، أنا من هنا ورايح ودنك اليمين. يا رب تتقطع وأخلص منها. فهمت ياد؟ هنا هو مفيش أي دلع. طلع إيدك من جيبك ياد. طلع إيدك من جيبك.
انت بقى هنا اهو وظيفتك المرمطون الصبي الصغير بيليا، يعني نبعتك مشاوير زباله تروح تجيب لنا حاجات وما تعجبناش ونرجعك بيها تاني ونجيب غير هالمرمطك هالمرمطك. ايوه دوله، وناولني تمثال 13 وناولني تمثال 10 هالمرمطك. طيب طيب انا بحب اشتغل واشغل اللي حواليا. ولا انت بتتقلق كده ليه؟ يلا لا ده انا هبطلك، طلع ايدك من جيبك كده بدل ما اهبدلك. على فكره من العاده حضرتك طيب جدا ومش لاقي عليك صياغه خالص. صح 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 خالص خالص الواد ارانكا دول. بس يا حيوان انا بقى هفرجك الطيب ده هيعمل ايه. ولا رمزي؟ نعم دوله. اتكل على الله يلا، روح هات العفريته اللي انت بتقرف تلبسها يا معفن ولبسها له. حاضر يا دوله حاضر. دوله على فكره الطاقيه اللي في ايده دي انا حاسس ان هي هتبقى على قد مقاس راسي بالظبط. خدها. دوله على فكره القميص اللي هو لابسه ده انا حاسس ان هو هيبقى على قد مقاس راسي بالظبط برضه. اديله القميص يا دوله على فكره بقى بعد ما خاف بقى منك وكش كده البنطلون وسع وهيبقى على قد مقاسي بالظبط. اما تديله العفريته ابقى اديله البنطلون يا ماشي. دوله يلا يلا نجري قدامي على المخزن عشان تغسله 5 مرات بسرعه. يلا 5 مرات ليه؟ انا لو نضفته مره واحده هينضف. ايه ده انت بتبرطم بتقول ايه؟ بقول لو نضفته مره واحده هينضف. بحسب. يلا يا ابني لازم تغسله 5 مرات عشان ما يتقل. اقعد افهم في مين؟ يلا 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 قدامي بقى. غبي 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 يعني. حد حضر لي الفطار ولا ايه؟ عادل لو سمحت انت كان المفروض تجيب تموين البيت اللي انت كان المفروض تجيبه امبارح اصلا. انا اصلا نسيت لان رمزي المفروض هو اللي كان يجيبه ورمزي كان مشغول مع الصبي الجديد اللي جالي في البازار. عموما هبعته مع الصبي الجديد. عادل عادل ابقى فوت على المعمل عشان تجيب لي نتيجه التحاليل. حاضر يا ماما، هخلي الصبي يعدي على المعمل يجيب لك النتيجه. عادل من فضلك انا عايز الكريم بتاع البشره بتاعي من الاجزخانه اللي جنب المستشفى علشان انا من كتر الحاجات وحشه اللي بقعد اغسل فيها دي وغمهم بشرتي نشفت. يعني انت بتستعملي الكريم في ايديك وانت بتعملي الاكل وانا اقول الاكل طعمه جليسرين من ايه؟ طب يا جماعه ما فيش حد عايز اي حاجه عشان انا عايز امرمط الواد. ابي عادل الوينتوز ضرب، عايز حد يجي يسطبه. ده ان شاء الله هنسطبه واحنا بنسطب الشقه السنه الجايه باذن الله. لا طبعا ما ينفعش، انا عايزه حد يجي يعمل كده النهارده، انا ما اقدرش اقعد من غير نت. اسمعك بتقولي كده كانك بتقولي ما اقدرش اقعد من غير هدوم. يا عادل يا حبيبي النت من ضروريات العصر. حاضر 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 حاضر، هخلي الواد الصبي الجديد يعدي على المول بتاع الكمبيوتر يجيب معاه مهندس وهو جاي. عادل عادل بقول لك ايه، اوعى تنسى ان تصور لي عقد التمليك بتاع الشقه اللي احنا قاعدين فيها دي عشان اقدمه لنقابه المعلمين. وانا ايه علاقتي بنقابه المعلمين بتاعتك دي؟ الله مش دي نقابتي، ولازم اقدم لهم ما يثبت ان الشقه اللي انا قاعده فيها دي مش ملكي عشان اقول لهم ده انا من حقي شقه. نقابه المعلمين بالكتير يا ماما هتديكي مثلا برجل قلم منقله كده يعني. صوروا بس صوروا بس ومالكش دعوه. ماشي هخلي الصبي الجديد يصوره لك. ماشي حد عايز اي حاجه تاني؟ ام ميرفت مثلا مش عايزه توم من البرازيل؟ اصل انا عايز بجد امرمط الواد، همرمطه همرمطه. تاكل يالا ده هتعمل لي فيها بتتكسر بصراحه يا ماجد باشا، يعني انت كسرتني. ايه رايك في الاكل؟ اصل انا بحب اكل واكل اللي حواليا. الحمد لله الاكل مية مية، ده انا حاسس ان هيجي لي تسمم من كتر نظافته. ده مطعم السويسرا. ايه ده؟ يعني انت لما كنت بتتصل بالتليفون عشان يجيبوا الاكل ده كنت بتعمل مكالمه دوليه؟ كل 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 حبيبي انت يا كبير ارص لك حجر. لا 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 انا هعدي على الكافيه بتاعي اظبط دماغي هناك. ماشي انا هلم بقى الاكل. وسايق عليك النبي يا ماجد باشا، يعني لما ان شاء الله ربنا يكرمك وتترفد من هنا هون يبقى خدني معاك يا عم، علشان انا بصراحه مش حاسس بقى ان انا الوضع اللي انا استحقه مش واخده هنا بصراحه. عادل ابن عمي ده يعني بص خانقني قول حبيبي. بتبيعني يا واطي بغدوه؟ على فكره دول ما تظلمنيش، دي مش غدوه ده فطار. يعني مش غدا يعني ده فطار. ماشي يا رمزي حسابك معايا بعدين، ان ما خليتك تسف التراب بتاع البازار. اوعى من قدامي دلوقتي، اوعى من قدامي، اوعى من قدامي. وانت بقى يا ابن الوز اللي عامل لي فيها عوام، ايه داخل علينا فتك ليه؟ قوم واقف يا قوم واقف يا وانا بكلمك يا ايه مالك؟ سوري سوري سوري. تفل اللي بقى اللي فوقك دي يا وانت بتكلمني، تفتها افتح بقك وريني. تشرب سجاير؟ لا معسل. يا عسل يا عسل معسل يا حلاوتك. خد بقى الطلبيه دي
الطلبيه دي هتروح تعملها لي كلها، ها؟ وبعد ما تخلص الطلبيه هتروح لهم على البيت عندي، شوف عايزين طلبيه تانيه، طلبات تانيه تعملها، بعد ما تخلصها تجي لي على البازار، عشان هتسيق البازار وتنضفه، وبعد ما تسيقه وتنضفه تقوم تسيقه ومنضفه، واقوم انا مطربه لك تقوم انت مسيقه ومطربه. خلاص اوكي، عايز حاجه تاني؟ باي. ايه الواد ده؟ ايه الواد ده؟ العربية دي يا مامي تجن. يا اختي قولي لجوزك يجيبها لك. يو خليكوا حنينين عليه شوية. النبي هو بيجيب حاجة. ها؟ هاي. منزل عادل سعيد؟ اه، أنت مين؟ أنا ماجد، بشتغل عنده جديد في البازار. اه، جبت الطلبات؟ اه، تعالوا. استنوني تحت في العربية عشان انا سايبها مفتوحة. شغل يا باشا. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، انت بتدفع التبس ده كله من فلوس عادل؟ ده عادل لو عرف هيقطعك. تعرفش عادل؟ فلوس استاذ عادل ايه؟ ده مديني 30 جنيه، انا جايب الحاجات البسيطة دي ب 1000 جنيه من الماركت اللي متعود اشتري منه. 1000 جنيه؟ 1000 جنيه؟ ايه ده؟ دي حاجات نظيفة قوي واكتر بكتير من اللي انا طلبته. أه طيب انت الكريم بتاعي اللي هو الفاين سكين جبته؟ بالنسبه للكريم اللي حضرتك طالباه هو يعني سوري شويه ممكن يبوظ لك بشرتك، بس انا جبت لك الكريم اللي ماما بتستخدمه، كريم سويسري هايل. اهو يا مامي. مش معقول انت جبت الكريم ده؟ هو موجود في مصر؟ ده ثمنه 200 باوندز. مفيش حاجه تكتر على جمال بشره حضرتك. اهو. قول لي يا ابني، جبت لي التحاليل؟ التحاليل فيها مشكله شويه. ليه؟ انا عندي حاجه؟ لا لا، ما عندكيش اي حاجه، التحاليل ما بتقولش حاجه. وبعدين ده مكان تروحي تعملي فيه تحاليل؟ ده مكان لو كلاس. بصي انا بكره هاخدك بعربيتي الصبح في مستشفى تخصصي بتاعت ابو واحد صاحبي، مستشفى اي كلاس، تعملي تشيك اب على كل حاجه. ربنا يخليك يا ابني يا حبيبي، انت باين عليك محترم، ولما انت محترم بتشتغل عند عادل ابني ازاي؟ بابا كمال زهران هو السبب. هو انت ابن كمال زهران اللي كان مع عادل في الكليه؟ مع الاسف. انت باين لذيذ زي ابوك. بقول لك ايه، اوعى تكون نسيت صوالي العقد بتاع الشقه. سوري، انت كنت عايزه صوره العقد ليه؟ عشان اجيب شقه في نقابه المعلمين. اوكي خلاص، اخلي المستشار القانوني بتاعي يقعد معاكي يخلص لك كل الكلام ده بدل الدوشه. بجد؟ انت مرتبط؟ هو انت ناوي تعمل ايه مع عادل؟ على فكره انت صعبان عليا قوي. عادل اي دونت كير. ازاي وانت تحت رحمته؟ هو دلوقتي اللي تحت رحمتي، انا خلاص كسبت كل الناس في صفي، يعني هو مش هيعرف يعمل معايا اي حاجه. ده قرفني انا كمان، رايحه فين وجايه منين وهتلبسي ايه؟ اوف حاجه تقرف. يا مجدودة يا قمر، الليمون اللي انت بتحبه. ميرسي ميرسي يا طنط. اتفضل. مج 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 مج، تحب اعمل لك شاي فريسكا ولا شاي بالنعناع؟ سوري، نعناع ولا فريسكا؟ بعد شوية. اوكي. عارف احلى حاجة فينا وانت ايه؟ ايه يا طنط؟ طنط في عينك، بيني وبينك فرق سنتين. سنتين؟ طبعا. لا طبعا، يومين. يا حبيبي يا حبيبي. طب انت عارف بقى ايه، انا اسمي مجيده وانت اسمك ماجد، يعني ممكن ندلع بعضينا ونقول على بعض مجاميجو. مجاميجو. حلو مجاميجو، ما عنديش اي مشكله. مجاميجو. مجوده. تحب تتغدى؟ لا لا لا، انا طالب دليفري لينا كلنا من مطعم السويسري. الله يخليكوا الله يخليكوا، متشكر. اولا تقلي معادك هنا، يلا اتكل على الله روح على البازار. جميل، اوعى تقول له يلا دي حبيبي، ده اسمه ماجد وبندلعه نقول له مجاميجو. مجاميجو؟ طب قوم يا سي مجاميجو، اطلع على البازار يلا، عايزك سايق البازار وتنضفه وتنضف التماثيل، وهتبيت هناك مع عمك رمزي. تحت امرك. الراجل التعامل الوحش اللي انت بتعامله ليه ده؟ حرام عليك، ده ابن الناس، خليك انسان. رانيا لو سمحتي ما حدش يتدخل في شغلي. وانت كمان ما تتدخلش في شغلنا، احنا خلاص اتفقنا مع رمزي ان هو هينظف ويقفل البازار. ورمزي مبسوط جدا وتار من الفرحه. هو في ايه؟ ولا انت عامل لي فيها حمل وديع يالا،
ولا يا ساقط يا فاشل يا فاشل. ما انت ياما كنت فاشل فاشل وبتطلع بملاحق قد كده وبتقرفنا بيها طول الصيف. دي كانت سياسة في النجاح، لأن أنا ما كانش ينفع يعني أمتحن كل المواد مع بعض، كنت بقسمهم بقى مواد في الصيف ومواد في الشتاء، لأن دايما كده في مواد صيفي ومواد شتوي. ليه؟ هي هدوم. بس 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 ما كيش دعوة أنت. منزل الأستاذ ماجد زهران؟ منزل الأستاذ ماجد زهران ده بيت أنا حضرتك، بيت الأستاذ عادل سعيد. الحساب 700 جنيه يا فندم. ماجد كلم يقول الحساب. الحساب كام؟ بيقول 700 جنيه بقى. إيه ده 700 جنيه بس؟ رانيا يلا بسرعة قومي حضري السفرة، الأكل جه. ماجد هو جاب لي الباستا اللي قلت لي عليها؟ باستا؟ الله يرحم القعدة اللي على الباستا. ماجد أم علي، أم علي يا ماجد. مثل إيش يا حبيبتي؟ كله جه يا ماما. ماما أنتوا تبنيتوا الواد ده ولا إيه؟ ماجاميجو تحب أعمل لك كريب شوزيت؟ ميرسي يا حبيبي ميرسي. طب كل رانيا. حطي لي سلطة، حطي لي سلطة. أيوة حطي كمان معلقتين، حطي بقى من الطماطم، حطي من الطماطم. انت عارف ايه يا ماجد؟ السلطة مفيدة جدا جدا للإنسان، لازم على طول طول الوقت تفضل تاكل سلطة. بالهنا والشفا. طيب ماما حطيني سلطة لو سمحت يا ماما. على فكرة يا مجهودة، المستشفى اللي احنا رحناها ولا فندق 8 نجوم. طب سناء سيبك من السلطة خلاص. سناء حطي لي حتة فرخة بقى في طبق كده لو سمحتي. ما تحط لنفسك وانت ما فاكش ايدين ولا ايه واحنا شغالين عندك؟ ماجد تحب اقوم اعمل لك الشاي بنعناع اللي انت بتحبه عشان تحبس بيه على طول بعد الاكل؟ اوكي اوكي. يلا اللقمه الحلوه دي داخله المطار، داخله المطار. افتح بقك يا كتك يا جمال. عارف يا ماجد انا اكلت اللازانيا دي قبل كده في اسكندريه، بس طبعا ما كانتش بالطعامه دي. وانت ايه اللي وداك اسكندريه؟ انا سوريني اللازانيا اللي بتقولوا على فكره بقى يا ماجد باشا، انا سيأت التماثيل النهارده ومسحت البازار زي ما حضرتك قلت لي بالظبط. اكل بقى لقمه. كل كل، انا بحب اكل واكل اللي حواليا. طب كل يا حبيبي. ايوه بس انا ما اكلتش يعني، وبعدين انا جاي قبل رمزي، انا اساسا صاحب البيت هنا. وبص وبيوقع العيش حضرتك يعني، انا جاي قبل رمزي. هيلب يورسيل. وبعدين يعني نيجي نحط لك اللقم في بقك؟ لا ما تحطليش اللقم في بقك. طيب انا مش هاكل، انا مش هاكل. ها واخش انام. انا مش هاكل. لا لا كفايه اخش انام. انا مش هاكل يا عم. صدعتنا لما تدخل تنام. يا سلام، عامل لي مجتهد وقاعد بتذاكر عشان ما تشتغلش يد. على فكره انا هبتدي ارجع المدرسه من بكره وهجي لك البازار بالليل. بس اعمل لي فيها مكافح بقى. مذاكره يد عليا انا يد وانا ابوك. في ايه؟ انا بجد عاوز ارجع المدرسه. عايز ترجع المدرسه عشان تعبت من الشغل اللي انا بديهولك طول الوقت وعايز تروح بيتكو. بيتنا اللي حضرتك بتتكلم عنه ده، انا لما بروح هناك مفيش حد بيفرح لي ومفيش حد بيحس بيا، لكن انا عندكم هنا لو عملت اي حاجه حلوه الكل بيفرح لي. فاكيد لو رجعت المدرسه كلكم هتفرحوا، طنط مجيده وطنط انعام ورانيا ونجلاء وياسمين ورمزي. انت قلت كل الاسماء يعني حتى ده، وما قلتش اسمي يعني انا مش هفرح لك يعني ولا ايه؟ بالعكس يا انكل، حضرتك طيب جدا وانا بحبك قوي. على فكره بقى انا كان نفسي بابا يبقى زيك، يهتم باسرته كده. طب يا ماجد، ماجد انت بتثق فيا جدا؟ خلاص سيبنا نتصرف. ملكش دعوة، ملكش دعوة. شوف يا راجل آخر حاجة عملها إيه لما كان في البازار. مساء الخير. أهلا يا كمال. مساء النور يا بابا. إيه يا ماجد مش هتروح ولا إيه؟ والله هو أنا عاوز أقعد عند أنكل عادل لو هو يعني ما عندوش مانع. طبعا ما عنديش مانع يا حبيبي، البيت ده زي بيت بابا بالظبط، عايز تقعد اهلا وسهلا، عايز تمشي براحتك طبعا. بيت ايه ده اللي زي بيت بابا؟ ده زحمه قوي، وبعدين انا حاسه ان انا حرانه هتخنق. ايوه ما حضرتك حرانه يعني من الفروه اللي انت لابساها بتاعت الثعلب دي، مش خايفه حد يصطادك في السكه؟ حضرتك اللي موجود ده ما هوش حر، ده اسمه دفء عائلي. خلاص يا حبيبي، وانا هجيب لك دفايه كهربائيه. يا جماعه انتوا مش فاهمين،
بابا حضرتك طول الوقت مش فاضيلي، طول الوقت عندك شغل، وانت يا ماما طول الوقت بتشتي في سويسرا ومش طايقه نفسك ومش طايقه الهدوم اللي عليكي، هتطيقين ازاي؟ هنظم بيني وبينك وبين الشغل زي ما عدل قال لي. وانا كمان هعمل زي ما رمزي قال لي بالظبط، هصيف بدل ما شتي، وبكده ابقى وفرت وقت كتير قوي ونبقى نصيف مع بعضين. والله اذا كان كده، اذا كان كده بس انا موافق اجي معاكم، بس على شرط لو رجعتوا تاني انا هرجع اعيش مع انكل عادل. صح طبعا يا حبيبي، تنور في اي وقت، البيت بيتك يعني، وبعدين انا احب اقعد واقعد اللي حواليا. ماجد اوعى تنسى تيجي يوم اجازتك عشان ازعل منك. ماجد ميجو don't forget to call me on the telephone. شات بقى يا ماجد. ها ماجد، انا بجد نفسي اخلف ولد اسمه ماجد. ام ماجد لسه قايلك من شويه البيت زحمه وحر ومش مستحمل ماجد تاني. ماجد باشا انا هستناك بقى بكره على الغدا، مش عايز اكل كشري تاني، نفسي في بيتزا حجم وسط لارج يعني. يلا بس يلا بس يلا بطل فضايح بقى. ها كمان يعني الحمد لله انا كنت قد المسؤوليه وقدرت اربي لك ابنك، يا ريت انت بقى تاخد بالك منه كويس قوي. وعموما انا عشان راجل متربي فربيته واحب اربي اللي حواليا، لكن لو قليت ادبك هبوظهولك وبوظ اللي حواليا. بيتك يخرب، اعمل لك ايه؟ اعمل لك ايه؟ انت مكسر نص مصر لغايه دلوقتي، اعمل لك ايه يالا؟ ما تفتح يالا. انا اسف يا دولا، انا اسف والله ما شفتهم يا دولا. عايز ايه دلوقتي؟ عايز ايه؟ دولا ممكن يعني اطلب منك طلب كده اهو. اطلب اي حاجه بس ما تطلبش فلوس ولا تطلب اجازات، امال مين هيكسر لي في الاجازه بتاعتك؟ لا يا دولا انا الحمد لله معايا فلوس وكل حاجه، انا يعني كنت عايزك يعني تكتب جواب لامي. انا اكتب جواب لامك؟ عيب يا رمز. عوق يخرب بيتك، امك دي يالا دي مرات عمي. يهبل يهبل. يا دولا لا يا انت يا عم دماغك راحت فين يا عم؟ انا قصدي انك انت تكتب لي انا جواب ابعته انا، انا لام انا 12. انا حاضر يا سيدي، قول كده من الصبح. انا قلت برضو ايه ده، بيستهبل ده ولا ايه؟ ما لازم اقعد اركز في الكلام عشان تفهمني. اخلص اخلص. اكتب يا دولا. ايه اكتب؟ لا عندك كحه يعني ولا ايه؟ لا انا جاي اهو دولا. الى امي ام رمزي الحبيبه، يعني الشهامه والجدعنه والرجوله. رجولي دي يالا؟ حد يقول لامه انها راجل يالا؟ انت ولا ولا خش في الموضوع على طول. انا كويس يا ماما، بلاش يا ماما دي انا دول اللي تزعل مني. بلاش يا ماما، بلاش يا ماما. انا كويس الحمد لله يا امي يا ست الحبايب يا حبيبه، برغم من ان دول ابن عمي فلزه كبدي مطلع عينيا ويعني. انا بكتب لك جوابات، انا غلطان؟ بتكتب لامك ان انا مطلع عينك يالا بتستهبل؟ ايه دول يعني اكتب على امي؟ اكتب على امك، اكتب على ماشي. شوف مين هيكتب لك جوابات تاني. شوف ماشي، مش عايزك تكتب يا عم، انا هقول لها في التليفون. هتقول لها في التليفون؟ قول لها في التليفون. ايه اللي انت لابسه ده يا دول؟ ده ايه ده؟ جمل. عمار لابس جمل؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه ده معقوله؟ كابتن ابراهيم سعيد. اهلا بيك. اهلا وسهلا. انا مش والله مش مصدق نفسي. اتفضل يا كابتن. اتفضل. اهلا وسهلا. دول مين يا كابتن ابراهيم سعيد ده؟ بس يلا يا معلش يا كابتن، اللي ما يعرفك يجهلك، وده بقى مش جاهل، ده ابو جهل نفسه. هو فعلا شكله ملوش دعوه بالكره خالص. والله ولا ليه دعوه باي حاجه حضرتك. لا لا لا، ايه اللي ماليش دعوه بالكره؟ لا انا على فكره بقى وانا صغير كنت بلعب انا والعيال زمايلي بيلي مسافات طويله. شفت يا كابتن بيلي؟ هو اخره بيلي اساسا. اخره بيلي هو نفسه، اخره بيلي. اجري يلا هتشرب يا كابتن. لا شكرا. لا 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 لا، لازم مش عايز والله. ولا روح هات كوبايه شاي في الجون يلا. ماشي يا دول. لو عندك واحد شاي في الجون وما ياكلش تسلل. اهلا وسهلا، منور يا كابتن. ايه رب يخليك. كم التمثال ده بقى؟ التمثال اللي هو بتاع توت عنخ امون ده؟ ده يا سيدي عشان خاطرك وعشان خاطر منتخب مصر ادهولك ب 150 جنيه. انا عايز واحد مش عايز دستة. واحد ايه حضرتك ودستة ايه؟ يعني حضرتك ده متكلف جامد جدا، ده بس كفايه الالوان اللي فيه والذهب اللي فيه ده. انت هتشتغلني هو من الاخر 40 جنيه. 40 جنيه يا كابتن؟ معلش يعني عدم المؤاخذه، اللي يشوف حضرتك بتفاصل كده يعني يقول يعني معكش فلوس. بس انا اعرف يعني ما شاء الله، انا ما بحسدش، ان لعيبه الكوره دي اكتر ناس بتكسب. نكسب مين؟ كل الناس فاكره كده، مع اننا احنا مظلومين جدا على فكره. مظلومين؟ اما لو انتوا تبقوا مظلومين احنا ايه، نبقى اسرع حرب بقى. لا اللي بيكسب فعلا السمسار. السمسار ليه؟ هو السمسار يعني عدم المؤاخذه هو اللي بيجيب البطولات؟ لا ما هو بيجيب اللعيب،
بياخد فلوس من اللاعب وبياخد فلوس من النادي وبياخد فلوس من اتحاد الكرة. إذا أنت فاضل تقول لي بأنه بياخد كمان فلوس من الجماهير بقى. فعلا لو الجماهير أعجبت باللاعب ممكن الجماهير تديله فلوس. يا سلام، يعني السمسار يجيب لعيبة يديها للنوادي ويكسب هو فلوس كتير. بالظبط كده. طيب ممكن يا كابتن إبراهيم يعني آخد تليفون حضرتك يعني؟ مفيش مشكلة، ده الكارت بتاعي. شكر أول ذوقك يا كابتن، إن شاء الله بجد انتظر بقى مني مفاجأة. والله يا دولا انت ابن حلال وربنا هيكرمك ان شاء الله. مالكش دعوة يا دولا، انت بتتحشر في كل حاجة دي، انت مالك؟ احنا مش ولاد عيال. ايوه يا استاذ عادل، طلباتك وامورك. ازيك يا فتلة؟ تعالى اقعد. ازيك يا فتلة؟ الحمد لله. ازيك يا رامز؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. عايزك في حاجة مهمة قوي، كلام سر بيني وبينك. انا هبقى سمسار لعيبة. يالا اخيرا لقيت حد هيكتشفني. يا عيني، ده طلع اهبل. يالا بيقول لك سر. قول لي انت عايز ايه يا استاذ عادل. بص يا سيدي، انا عايز اكتشف لعيبه يعني عشان اقدمهم بقى للانديه والمنتخب جمهوريه مصر العربيه. طب ما انا من جمهوريه مصر العربيه. لا انت بالنسبه لك مفيش مشكله، انا ممكن اظبط لك البوفيه بتاع اتحاد الكوره، تنزل مع سمير زاهر تنزل له شاي وقهوه وكده. يا سلام يا دولا على قلبك الكبير يا دولا. بس كده بقى انا تحت امرك. ماشي، تعرف ان هو لعيبه حوالينا في المنطقه ولا حاجه؟ انا هخدمك بقى خدمه العمر عليك وعلى الملواني. ايه الملواني ده، حرامي؟ لا ده كشاف. كشاف ايه؟ بينور يعني وكده اهو. يهبل بينور ايه؟ الكشاف ده اللي بيكشف على النور ويشوف عندك كام كهربا وكده. لا ده كشاف لعيبه يا غبي. وده بقى الكارت بتاعه هيساعدك. الكارت ده اللي هيساعد؟ لا يالا، الملواني هو. انت بتتكلم ليه وكل حاجه تحشر نفسك فيها؟ وحس انك هتشغلني في اتحاد الكوره مع سمير زاهر، خد بقى الخدمه التانية دي. يا سلام يا ودي يا فتل، كلام قلب كبير. اخلص اخلص انت. ها قول. في صاله جنبنا ممكن تاجرها وتقابل فيها اللعيبه بتوعك. يا سلام عليك يا دفاق، وحيث ان انت اديتني بقى الخدمتين دول، خد يلا خد دول معاك اهم. ايه 400 جنيه كل ورق ب200. عايزك تأجر لي الصاله دي وتملاها لي لعيبه يالا من اللي عايزين يكتشفوا يالا. ماشي. طب وحيث ان انا قاعد معاك دول، انا ماليش حاجه يعني في ليك حاجه. ايه انت هتيجي معايا دلوقتي؟ هنروح نقابل الملواني ونتفق معاه ونشوف موضوع الصاله ونبتدي بقى نجهز اللعيبه عشان مصر يالا. هننزل نقطع فرق العالم كلها اللي في كاس العالم بتاعت افريقيا دي يالا. الله يا دولا، الله ربنا يكرمك. يعني انا هروح معاك دلوقتي؟ اه. عرفت هتيجي معايا فين؟ على كاس العالم. لا يالا، هتيجي معايا عند الملواني. مين الملواني ده؟ دول اللي هو بيكتشف البتاع، اللي هو بتاع الكهرباء. الكهرباء ايه؟ نبتدي نشرح من اول وجديد. ازيك يا فتلة؟ ازيك يا استاذ عادل؟ عامل ايه؟ عايزك في كلمه سر يلا. تعالى تعالى كابتن ملواني، تعالى خش اتفضل. شو لازم تلعب ده يا اخوانا؟ ما كنا قعدنا في البيت وخلاص. لا لا، ازاي تقعد في البيت؟ ايه بعيدا يعني على ان بيتك خلاص قايل للسقوط وممكن يتهد على دماغنا في اي لحظه. احنا عايزين نقعد نتكلم معاك هنا اهو في هدوء يعني عشان نستفيد من خبرتك في الكوره يا كابتن. صح يا دولا، هو واضح يعني ان الحاج كابتن ملواني دون يعني خبره قوي. طبعا يا ابني، الكابتن الملواني المفروض يتعمل له تمثال شمع في متحف الشباب والرياضه. انا كنت احسن واحد يلعب هاف باك سنتر فيرويد، لفت يمين ولفت شمال في البلد كلها. إيه ما كانش حد بيلعب في الملعب غيرك ولا ايه يا كابتن؟ اه تحتري عليا ولا ايه؟ ده انا جاي لك من زمن الكوره الجميل. طبعا زمن الكوره جميل، انا بس حضرتك اتخضيت يعني لما قلت لي سنتر باك يعني حضرتك. طبعا اللعب ايامكم كان غير العك بتاع اليومين دول. طبعا عك، احنا كنا ابطال حقيقيين. يعني مثلا ما كانش في تسلل خالص، كلنا كنا بنلعب بنفس راضيه ونيه صافيه. لكن دلوقتي اللعيب اللي وقع التاني. يا سلام عليك يا ملواني، لما تلعب يعني اللعيب اول ما حد يلمسه كده بس يقولك لا انا عايز اروح اتعالج في المانيا. على ايامنا كنت بلعب بقطن وشاش وصبغه يود وصبغه كاوي وصبغه، كان معانا كل الصبغات، كان معايا شنطه كده صغيره زي شنطه المرور بتاعت دلوقتي وكان فيها صن بلوك. اللعيب ياخد ضربه شمس انا ادير له على طول. الله الله الله، ايه ده الامكانيات دي؟ انا تقول الله دول يعني ايه سنتر بوك؟ سنتر بوك اسمه صن بلوك دي يالا، ده نوع من البتاع المنشطات اللي عشان مالكش دعوه مالكش دعوه. كمل كمل يا ملواني كمل. يعني اللعيب دلوقتي مثلا لما يجيب جول ويجيب جول صدفه حتى
يقولك انا عايز فلوس. انا كنت بلعب في النادي بتاعي بلقمتي باكلي وشربي بس. الله يا كابتن الله، واضح طبعا من ساعه ما اعتزلت لسه ما اكلتش صح؟ بيهزر بيهزر. والله يا ملواني يعني مش عارف اقول لك ايه، بس اكيد حضرتك هتفيدنا بخبرتك. عايزك بقى تساعدني في اختيار اللعيبه اللي هندربهم عشان نبيعهم لبقيه الانديه. بس انا ليا شروط. شروط ايه؟ عارف اكلك وشربك دول مقدور عليهم. سهل سهل. كل اللعيبه اللي هنجيبهم وهنمرنهم وهنبيعهم ليا فيهم نسبه. يعني انت طول عمرك شغال باكلك وشربك وهتيجي عليا تعمل لي ناصح يا ملواني؟ ده شرط. قلت ايه؟ مش هديك 10%. 20% ومش هرجع في كلامي. 19% عشان ابقى ماشيك كلامي. موافق. لا بتهرج يا عادل، بتهرج اكيد. سمسار لعيبه ايه؟ تكونش فاكر نفسك محمود الجوهري؟ يا جهلة يا جهلة كرويا يا اللي مش فاهمة أي حاجة. الكابتن محمود الجوهري كابتن مصري طبعا، مدرب عظيم. أنا بقى وضع مختلف، أنا سمسار كورة مش مدرب، عشان تعرف إن أنت جهلة يعني. عادل عيب قوي تسمسر على الناس عشان الكورة. يا ماما انت فهمتي ايه؟ لا مش هسمسر على الناس، دي حاجة وحشة مش حرامي يعني، سمسار دي حاجة تانية. يو يا عادل ما ينفعش يا حبيبي، علشان الموضوع ده عاوز حد يكون عنده خبرات، وانت اكيد ما عندكش اي خبرات. برافو عليك يا حماتي، عشان كده انا استعنت بواحد خبرة بقى، الكابتن ملواني. يا ابني احنا ما نعرفش في الحاجات دي، ايه المطلوب مننا؟ انتوا مش مطلوب منكم حاجات كتيرة، انا هصرف على اللعيبة دي في الاول وبعد كده يعني ان شاء الله هكسب من وراهم كتير. شكلك هتكسب فيهم صواب. يو يا عادل مش معقول، انت هتصرف عليهم ازاي كنت يا دوبك بتدفع فلوس هنا وبتصرف علينا بالعافية. بص يا حماتي، ده يعتبر مشروع زيه زي اي مشروع من مشاريع الدنيا كلها، اصرف في الاول لغاية ما ادرب اللعيبة، بعد كده ابيعهم واكسب من وراهم ذهب. لا ام سوري اي دونت اندرستاند ا ثينج، من فضلك بقى فهمني بس. يا واش. بص يا حماتي، دي مسألة بسيطة خالص، اللعيبة دي محتاجين رعاية، أنا لازم أرعاهم وأدربهم وأكلهم وأشربهم، بعد كده أبيعهم للأندية هكسب من وراهم جامد جدا. طب ما تشوف لي كل واحد شقة بالمرة. لا ما ده هيحصل لما أنا أبيعهم بقى للأندية، الأندية هتجيب لهم شقق. دول ولا هيتباعوا في سوق الجمعة. يا ابني دول باين عليهم جعانين وفجعانين، بيضحكوا عليه. يا ماما يضحكوا عليا ايه يا ماما؟ بص هما فعلا جعانين، بس جعانين كوره، جعانين شهره، انا بقى دوري ان انا اوصلهم للعلالي. جبتك يا عبد المعين تعني. يا ماما انا عايزكم بس تعملوا اللي مطلوب منكم، من اول ما نبدا تدريب هبتدي انا اهتم بيهم وانتوا تنفذوا اللي عليكم وتجهزوا الاكل، لان انا هبتدي بقى تجهيز فريق مصر المرعب. يا كابتن دولا كباتن بره ادخلهم ولا نتقل عليهم شويه؟ تتقل عليهم ليه؟ اصبر. يا كابتن ندخل العيال اللي عايزين يلعبوا؟ دخلهم بس واحد واحد بنظام. حاضر حضرتك سمعت؟ واحد واحد بنظام. يلا ماشي يا دولا، ده كده هو بره كتير قوي. الواد فتله باين عليه واد شاطر قوي، انا مش همسكه بس البوفيه بتاع اتحاد الكوره، انا همسكه البوفيه بتاع الفيفا. يلا الله يا دولا يا ابو قلب كبير يا دولا. انا بقول لك يا دولا ما تخلي الكابتن ملواني يكتشفني يا دولا، ده انا على فكره كل اللي يشوفني يفكرني ابو تريكه. يفكرك ابو تريكه؟ ايوه يا دولا، ده انا شبهه تيبيكال. حتى بص يا دولا. يا هبال، انت فكرك ان ده ابو تريكه؟ يا عبيط. امال يا دولا؟ ده عمرو زكي يا غبي. يلا يلا، انت اساسا بالكتير شبه الملواني. لا مؤاخذه يا كابتن نادي الناس. يلا ماشي يا دولا. ماشي يا كابتن ماشي. يلا يا جماعه بقى واحد واحد، وعايزين نظام. ها عايزين الكابتن الاولاني يدخل. يلا يا رمز، انا مش قايل لك دخل الناس واحد واحد، مدخل لي خمسه مع بعض ليه؟ معلش يا دولا، ما انا لقيته بقى زحم المكان بره فقلت بقى اخف شويه من بره. انا عبود الخطيب، هداف الشرابيه دورتين ورا بعض. عبود قصدك عبود على الحدود يعني؟ عبود علاقتك ايه بالكوره؟ علاقته واضحه، هو والكوره شبه بعض يعني. حضرتك ما تبصش لهيئتي، حضرتك شوف مهاراتي، انا التوينز بتاع زيدان، شبهه يعني. فعلا شبهه، الصباع اللي انت بتشاور بيه ده شبه زيدان فعلا. يا ابني المهاجم لازم يكون رشيق الحركة. انا ممكن اخس كيلو ونص. انت محتاج تخس طن ونص. يعني يا كابتن مفيش امل يا كابتن؟ ايه رايك يا كابتن؟ والله يا كابتن انا شايف ان هو ممكن يبقى حارس مرمى كويس جدا، لان هو لو وقف في المرمى مش هيبقى فيه ولا خرم حد يجيب فيه جوان يعني. ربنا يخليك يا كابتن، ربنا يخلي حياتك يا كابتن، ربنا يخليك. يلا يلا رمز اللي بعده. يلا عناية يا كابتن دولا. يلا يا جماعه الكابتن اللي بعده. الكابتن اللي بعده. الله
اهو دخل اهو يهبل يهبل، انت مش شايفه؟ ما انت لا اما تدخل لي 5 5 لا اما تدخل لي نص نص يا غبي. معلش يا دول، اصل انا لقيت واحد دايس عليه بره يعني فصعب عليا. معلش يا دول. وده يبقى ايه ده، حامل الرايه؟ لا اكيد الرايه اطول منه طبعا يا كابتن. العين عليها حارس، وانا بعون الله حارس مروة علي الحضري. حارس مروة؟ حارس مروة يعني ايه؟ ازاي يعني؟ انا بلا فخر وبلا مجاملات عشان مالكوش عندي مجاملة، انا علي الحضري حارس مرمى الشرابية والزاوية. قصدك حارس مرمى القصارين تينكين تينشوكي بقى. بص يا كابتن، انا عندي خفة حركة غير عادية، ده انا كنت بنت الحضري في ديسك واحد. كنت مع الحضري في ديسك واحد وهو ما جالوش ديسك وطول، وانت جالك ديسك قصرت ولا ايه؟ معلش والنبي يا دوله، والله العظيم شكله هيصعب على المهاجمين قوي على فكره وهيتعاطفوا معاه. لا ده ما ينفعش جون خالص. ليه بس بتعطل؟ ابوس تيشرتك خدني معاك. طب ما انا عندي فكره يا كابتن. ايه هي الفكره؟ ايه رايك يا كابتن لو هو بقى مهاجم بتاع الفريق؟ اكيد الفريق المنافس مش هيشوفه وهو عمال بيزرق من وسطيهم ويقدر يجيب جوان كتير. فكره حلوه، برافو عليك. فكرة ايه بس ومهاجم ايه دولة؟ طب ما فرقته بردك مش هتشوفه يعني، هيروح الجول ومن غير كورة. مش اشكال مش اشكال، فرقته مش مهم تشوفه، المهم هو يشوف فرقته. انت بتعرف تشوف الناس نظرك كويس؟ انا جايب لينسز بمحلوله. لينسز بمحلوله، ايه رأيك؟ خلاص نتكر على الله. الف مبروك، انت المهاجم يا بتاع الفريق. الله يخليك يا كابتن. كابتن دولة يا ليك، هوبا عايز احترف يا ليك. هوبا كابتن دولة عينيا يا كابتن، عينيا يلا. الكابتن اللي بعده. دخلنا على سوق العبور. ايه يا ابني انت جاي تشجع ولا ايه؟ انا فرج الناشف وزير دفاع فريق جرجه. وايه النهجان اللي انت فيه ده؟ فاكر مثلا ان احنا ممكن نعمل لك ماتش اعتزال؟ لا انا الكوره بتجري في دمي. تجري ايه في دمك اذا كنت انت اساسا مش قادر تجري؟ مين قالك ده؟ انا ساعات بروح بلدنا ماشي. طيب وبعدين ايه اللبس اللي انت لابسه؟ انت فاكر نفسك رايح الغيط؟ مفروض تلبس لبس رياضه. انا بلعب في بلدنا كده. اسمع الكلام وانت ساكت، انت جاي من اولها لمضى. اسمع أو أمرك سعاده البيه. اوامرك يا سعاده البيه. يلا يا بعد يا رمزي، يلا خلينا نخلص. يلا يلا مشغور، والبس لبس التدريبات. انا يا دول الكات اللي بعده. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا عثمان من السودان الشقيق، واسم الدلع شوكولاته. قصدك اسم الدلع شيكا بالا، وجاي تحترف هنا ولا ايه يا عثمان؟ يا ريت يا كابتن احترف عندكم هنا بس يعني. خلاص خلاص سيب بياناتك عثمان، سيب بياناتك. السلام عليكم. وعليكم السلام. عسل عسل عسل. اللي بعده شوف لنا اللي بعده، بس حاجة على كريمة كده. عينيا يا دول عينيا. الكابتن اللي بعده بالخطوة السريعة. هلو يا عمو، أنا نفسي ألعب كورة بس بشرط ما تكونش تقيلة، ممكن ولا إيه؟ في كورة ايه؟ يلا يا ابني يلا يا ابني روح العب بينج بونج جنجري. طب ممكن يا عمو العب بينج بس؟ لا انا ممكن انا بقى العب النجر. يلا يلا من هنا يلا. خلاص خلاص كفاية كده النهاردة، واتصلوا بالناس عشان بكرة نبدأ التمرين. طب تفتكر يعني يا كابتن ملواني العيال دي ممكن يجي منهم نتيجة كويسة؟ طبعا، ده انا هعمل لك من الفسيخ شربات. شوفوا رجالة، كل واحد فيكم لازم يعرف انه هو مشروع نجم، ونجم كبير كبير جدا، وان انا المدرب ومدرب كبير كبير كبير. ايه يا دولة كبير كبير اللي عمال يقولها دي؟ يا عم مفيش حد كبير هنا هون غيرك يا دولة. يعني انت بتقومنا عليه؟ هو يوسف كبير في السن ملكش دعوة. يعني انت مثلا كمهاجم قول لي ازاي هتتعامل مع الخصم؟ كمهاجم ربنا يستر وما يبقاش بقى ايه مكسب للخصم. انا عمري ما كنت مكسب لحد، انا لو ما ضرتكوش مش هنفعكم. انا مهاجم عندي حاسة الهداف، كل همي ازاي اجيب جون من غير ما حد يشوفني. ليه هتحط الجون في الضلمه؟ انا همشي بنصيحة الكابتن عادل ليا. ولا انا هتبناك يلا، انا معجب بيك. خد تعالى تعالى انا جايب لك السندوتش ده مخصوص. بص الطويله قد ايه اهو، خد السندوتش ده مثل اعلى ليك يلا. السندوتش ده بيلعب عقله من زمان. يلا اتكل على الله. وانت يا عبود يا عبود. ايوه يا كابتن. انا عايزك بقى كجون كده تقف جون مصحصح، قول لي هتعمل ايه. شوف يا اسطى، هو انا في خطه كده هعملها ان شاء الله حلمت بيها، ان انا هبقى مفوق جدا ومش هنام يوم الماتش خالص، وان شاء الله ما فيش كوره هتخش الملعب. اهم حاجه يا عبود خلي بالك تفضل مصحصح جوه الجون، اوعى تقعد، لان انت لو قعدت ممكن اي جون يجي من هنا ولا يجي من هنا، يبقى مش عايزين اي ثقوب في الجون خالص. تقوم يا كابتن عادل تقوم. برافو عليك يا عبود،
اما انت بقى يا ناشف عايزك تبقى مدافع رخم وغلس وغتت وزنين، هتعمل ايه بقى يا ناشف؟ انا هراقب المهاجم من اول ما يطلع من بيتهم لحد ما الماتش ما يخلص، مش حسيبه. حلو 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 حلو، روح المخبرين دي راقبه من ساعه ما يطلع من البيت ووصله لغايه البيت. برافو عليك. اما انت بقى يا عثمان عايزك تصحصح معايا لحسن يكون مصيرك دكه الاحتياطي. اه وبعدين لو فشلت كمان على دكه الاحتياطي هنشيلك بالدكه ونحطك قدام باب اي اماره يا عثمان. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه هتبقى بعد كده مصيرك وعليكم السلام. ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم. ان شاء الله ان شاء الله. والسلام عليكم. وعليكم السلام. عمو عمو وانا هعمل ايه؟ تعمل ايه يا ولا؟ اول حاجه انت تبعد عن الناشف. ايوه والتاني حاجه انا مش طردك قبل كده يالا. وحشتوني. اطلع بره يالا، اطلع بره يالا، احنا ناقصين. لا اما بقول لك خليك خليك عشان لما الجمهور يجي يشتمنا يركز الشتيمه كلها عليك يالا. بص بقى بص ده يا كابتن، يا نهار اسود ده لعيب جامد جدا، شفته واخد الكره على صدره كده جامد. ايه قصدك على كرشه؟ ايوه ما هي دي صح يا كابتن. يعني بص انت بس شوف اختار وعايز كام لعيب عشان تدخلهم المنتخب. اولا دول ما ينفعوش يلعبوا كره خالص، دول ما ينفعوش حتى يلعبوا دوره رمضانيه. خدهم وانا اديك فلوس. خدهم ايه؟ لا لا انت بتتكلم في ايه يا كابتن؟ انا فهمت انت قصدك على السعر. يعني عموما انا ممكن اديك 2 لعيبه فوقهم لعيب هديه وممكن اريحك في السعر. لا انت تريحني وتكسر الكاميرا دي خالص واوعى حد يتفرج عليهم خالص. لاحظ يا كابتن انك انت بتكلم سمسار. وبعدين يا كابتن يعني معلش انا عملت بنصيحتك انا كابتن. لا الموضوع مش كده خالص، انت اللي فهمتني غلط يا ابو الكباتن. والله انا ياما قلت له ما تتسرعش يا دوله. اصل السمسار دوت عنده مكتب ووكيل لاعبين ومعترف بيه في الفيفا. الله يرحم زمن الكوره الجميل. انت هتفضل معديها؟ بقول لك ايه ما اسمعش صوتك بقى ملواني. انت مش عارف قيمتي خالص، ولا حد في مصر كلها عارف قيمتي. انا هسيب مصر كلها وامشي، انا رايح الفيوم. رايح الفيوم اراضي الكتاكيت. اطلع بره. اهو طلع، ما هو طلع، بتطلعه بره بعد ما طلع. اسكت خالص. يعني ايه دلوقتي يا كابتن؟ يعني مفيش فايده للاسف. لا عامل لك ايه، انت اللي فهمت كلامي غلط. معلش يا كابتن، معلش يا ابو الكباتن، يعني ما تزعلش، هو دايما بيفهم غلط كده. وبعدين ده ابننا بردك ومش ذنبي. ابننا بردك؟ ابننا؟ انت بتتكلم معايا على الكوره يا دي؟ انت بتفهم في الكوره يالا؟ ايوه بقى دول، انا مش عايز اتكلم، انا بفهم في الكوره واحرف منك على فكره. انت احرف مني يالا؟ يا ده انا اللي كنت بغلبك زمان، يا ده انا كنت بمرمطك يالا في الشارع. ايوه ايوه ابقى مرت اللي جوه، انا كنت بحطها فيك وتحسبها عليا. مش كانت الكوره بتاعتي؟ كانت الكوره بتاعتي، يبقى انا احسب لك ولا ايه؟ زمان عايز خد الكره اهي. يا سلام انتوا هتقعدوا تتخانقوا، وانا كل ما اخش مكان الاقي فيه خناقه. طب يعني هنعمل ايه دلوقتي يا كابتن؟ خلاص الكره اتكتب الغطاس. ماشي الكره اتكتب الغطاس. فعلا صدق اللي قال ان النوم سلطان. ده مش بس سلطان، ده ابو السلاطين كمان. انت عارف يا عادل، النوم من الناحيه البيولوجيه مهم جدا للانسان، والعلماء كلهم اثبتوا ان انت عارفه ان انا فعلا يعني ميت من التعب ونفسي انام بجد يا رانيا. تصدق ان انا غلطانه ان انا حبيت اضيف لك معلومه مش عندك اصلا؟ والله ما تستاهل. ولعلمك انا اصحابي كلهم معتمدين عليا في امورهم الحياتيه وما بيعملوش حاجه غير لما بياخدوا رايي. عشان كده حياتهم كلها متهببه ومتلخبطه. مش مصدقني يا عادل؟ طب ارفع سماعه التليفون واسالهم يا عادل. من غير ما اسال. وبعدين ببساطه خالص، يعني انت عايزه تفهميني ان انت عندك اصحاب؟ ده انا ساعات بحس بجد يا رانيا ان انت مقطوعه من شجره. يا سلام، حوش الراجل، حوش واصحابك. عايزين نبقى نعمل لك فهرس باسماء اصحابك. ليه وانا مصاحب كتب؟ وبعدين الاصحاب مش بالعدد يا ماما، ولكن بالنوعيه. انت عايزه تجيبي اصحابك اللي مالهمش لازمه دول لاصحابي؟ تقصد انت بتغلط فيا يا عادل ولا ايه؟ انا ما بغلطش فيك. عموما العلاقه بين اي راجل وراجل غير العلاقه بين ست وست، الموضوع مختلف تماما. قصدك ايه برضو مش فاهمه؟ يعني العلاقه بين اي راجل وراجل بتبقى مبنيه على ايه؟ على الرجوله والشهامه والجدعنه والمرجله.
يا حرام، واحنا العلاقة بينا بتبقى مبنية على الطوب والزلط والعبط. انا ما بقولش كده، لكن بقول مثلا العلاقة بين اي ست وست بتبقى مبنية على الرغي واللت والعجن واي كلام بتقعدوا تتكلموا طول الوقت ما بتسكتوش. يلا ايه اللي انت بتقوله ده؟ ده سفه اللي انت بتقوله ده. تقصد تقول ان انا رغاية؟ انا عمري ما رغيت اصلا. هو انا يعني ديك النهار لما جيت كلمتك على موضوع ماما والمشاكل اللي بينها وبين سناء ده معناه انا برغي؟ قال انا برغي؟ قال انا رغاية؟ انا عمري ما كنت رغاية. انا اساسا بحاول احل كل المشاكل اللي بينها. يا ده رمزي مالك ماسك دماغك ليه؟ وهتكون بتفكر مثلا ان انت تدور على مخك، مش هتلاقيه. لا يا دولا، اصل انا حاسس بصداع جامد قوي. ما لاقيش حاجه معاك للمغص؟ صداع ولا مغص ولا كوكتيل مع بعضه؟ لا اصل انا مش عارف يا دولا، يعني لما بحس بصداع يعني رجليه بتوجعني، مش عارف ليه. لان انت يا ابني مش زينا، يعني احنا بني ادمين، انت مخلوق مختلف يعني. فاكيد طبعا مخك مش في دماغك، مخك في رجليك. فعشان كده لو انت تمشيت بقى ورحت على القهوه جبت لي كوبايه شاي هتلاقي الصداع راح على طول. ماشي يا دولا. يا الحمد لله الصداع راح. لقيت الصداع نصف ولا ايه؟ يلا روح هات الشاي. عادل، عادل سعيد صاحبي وحبيبي. عطية البنداري. يا الدنيا صغيرة يا ناس. يا نهار ابيض. ازيك؟ وحشني قوي قوي قوي. والله انت وحشني قوي. اهلا بيك. ازيك يا عم عطية؟ مبسوط اني شفتك. الله يخليك يا عدو. الله يخليك. اعرفك عفاف مرتي حسن ولدي شنطتي. تفضلوا تفضلوا، هات كرسي هذا يا رب. تفضلوا تفضلوا. اهلا وسهلا. منور والله منور. الله يخليك. ضرورك يا عدول. يا انت فين يا عم؟ فينك من زمان؟ راجل انت بتسال يعني خبري؟ ما انت عارف يعني عطيه الدنيا مشاغل وتلاهي. الدنيا صح مشاغل وتلاهي والحاله بقت غلو. مين الاخ ده؟ الاستاذ ده مين ده؟ لا ده مش استاذ ولا حاجه، ده الواد رمزي يعني شغال معايا في البازار وابن عمي. وادعمك. يا مرحبا يا مرحبا، احب اعرفك بنفسي. عطيه البنداري طبيب بيطري. والله طب ما دي فرصه عطيه. الحمد لله. دول بقى اقول له على الصداع؟ اقول له على الصداع؟ انا هقول له، هو بيرفض اصلا. طول عمره دمك خفيف يا عادل. ربنا يخليك. اهلا وسهلا منور. ويعني ايه الصدفه السعيده دي؟ والله انا اللي اسعد. شوف اقول لك على حاجه، هتشوفني يومين ورا بعض. يوم يومين؟ اشمعنى يعني؟ انا اصلي كنت مسافر، قوم معاد اخلاع الطياره اتاخر يومين. قلت يا ما تعودش سوهاج وترجع بعد يومين، ادور على واحد صاحبي وحبيبي اقعد عندي اليومين دول. قوم قعدت ادور ولفلف لفلف لفلف، نطيت قدامي جيت لك على طول. انت متاكد ان انت دورت ولفلفت كويس يعني؟ يا راجل عيب. دورت ولفلفت ما لقيتش غيرك انت. ده الدنيا صغيرة قوي. ايوه هي صراحة الدنيا صغيرة. بس الشقة اصغر يعني. كل حاجة؟ لا ما بقولش، بقول اهلا وسهلا يعني. ان شاء الله كل حاجة ليها حل. ومنور واهلا بيكو. هات اي حاجة يا ابني، عصير توت تفاح بلح اي حاجة. شازول اتفضل. ايه ده؟ التوت. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الدكتور عطية البنداري ده كان زميلي، كان زميلي في الدراسة وهو من أهل الصعيد يعني، ومنورنا هنا في مصر طبعا. والمدام، مدام عفاف دي زوجته وحسن ابنه، ودي الشنطة بتاعته. أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا بيكو. يا مرحبا. أهلا وسهلا بأهل الصعيد، زارنا النبي والله. الصلاة والسلام. وأعرفك بقى بعيلتي، دي رانيا مراتي، ودي حماتي، ودي ياسمين بنتي، ودي ماما، ودي سناء أختي. والله العظيم تلاتة ومليكوا علي يمين، كني قاعد وسط عيلتي في سوهاج. طبعا طبعا منورنا والله. يعني هو الدكتور عطية يعني كان مفروض مسافر يعني، بس حصل مشكلة معاه في شركة الطيران، فإن شاء الله هيقعد معانا يومين هنا هو في البيت بتاعنا يعني. وإحنا طبعا كلنا مرحبين، ويعني أهلا وسهلا بيه طبعا ولا إيه؟ طبعا طبعا. أهلا أهلا. هو نعم الصداقة. أهلا أهلا وسهلا بحضرتك. طبعا ما هي دي الصداقة ودي الصحوبية، وهما دول الأصحاب يا عادل، مش كده يا حبيبي؟ والله والله يا جماعة أنا قلت العطية من الأول ننزل في فندق، قال لي لو عرف أستاذ عادل هيزعل قوي قوي قوي. طبعا لا هزعل يعني، هو أصلا عارف عطية من زمان بيقعد يتهيأ له حاجات ما بتحصلش. هزعل يعني طبعا. والدكتور إن شاء الله قاعد معانا قد إيه؟ يومين. يومين والله كان نفسي اقعد معاكم اكتر من كده، لكن غصب عني. وليه ليه ما تقعد معانا اكتر من يومين؟ ما التذكره ممكن انك تغيرها، ما هي الدنيا فسحه مش كده ولا ايه؟ كل حضرتك سايق عليا.
عليك يا سيد عبد الرحيم القراوي، ما تضغطيش عليا تكبر في دماغي. خلاص يا حماتي ما تضغطيش عليا يا حماتي. وبعدين ما تضغطوش علي يعني. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يا اهلا بيكم. تصدقوا انا حاسس اني قاعد في بيتي. ما هو البيت بيتي. اه طبعا. يا جماعة أنا عايز بس أفهمكم حاجة مهمة جدا، إن الموضوع اللي حصل ده ما كانش بمزاجي، يعني كان غصب عني زي ما أنتم شايفين، وأنا دبست في الموضوع ده. وبعدين يعني هما كلهم يومين ويتكل على الله يروح. ماشي يا عادل ماشي. الراجل اللي هيجي يقعد يومين دول هيقعد فين؟ هننصب له خيمة في الصالة؟ لا يخسى عليك يا سناء، إيه الكلام اللي بتقوليه ده؟ لا طبعا، إحنا كده يا حبيبتي نلم بعدنا بربطة المعلم ونروح نقعد في أي أوتيل، وهو يفضل يبرطع في الشقة زي ما عايز عشان يبقى قاعد مرتاح. يا جماعة بس يعني أنا مش عايز طول الوقت لت وعجن، وده اللي انا باخده منكم، مفيش اي حاجه مفيده. انا بقول لكم يا اخوانا هم يومين بس، فكروا معايا هيبات فيه. جامي ما تبصليش جاميين ها، علشان الاوضه دي كلكم تبعدوا عنها، مش هيبات هنا خالص. يعني اوضتك هي اللي ما تنفعش، اوضتنا هي اللي تنفع. حب لاخيك ما تحبون نفسك يا اخي. هي مشكله يا عادل، بس الراجل ده هيبات فين وعلى حساب مين فينا؟ انا عندي الحل يا ماما. قول خلصنا، احنا قاعدين بقالنا ساعة. انا بفكر يعني رانيا. ها ها استني بس يا رانيا. يا رانيا استني، انت لو بقيتي اهو مع ماما في الأوضة، في الحالة دي احنا هنسيب له الأوضة وانا مستعد انام في الصالة، ايه رأيكم؟ لا والله، ومين بقى حضرتك اللي اوحلك بالموهامات والإيهامات في دماغك والخيالات دي ان انا اساسا هسيب اوضتي واطلع بره؟ ها يا رانيا اخلي بالك ان هو صاحبي يعني، وبعدين لعلمك بقى انا اكتر واحد متضرر، ده انا اللي هنام في الصالة. وانا ذنبي ايه؟ هو صاحبي ولا صاحبك؟ اتحمل صاحبك يا حبيبي. يا سلام، يعني لو كانت صاحبتك وقعت في نفس المشكلة دي والطيارة بتاعتها اتأخرت يومين، مش كنت هتبيتيها هنا وانا كنت هستحمل برضو يعني؟ دلوقتي بس صحابي بقوا مقد المقام. طبعا صحابك طول عمرهم قد المقام، مين قال غير كده؟ خلاص بقى يا رانيا، ده جوزك برضو وده صاحبه، انت تيجي تقعدي معايا هنا وهم يومين هيعدوا، مش كده ولا ايه؟ اهلا 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 وسهلا، منورنا والله يا دكتور عطية. انت والمدام طبعا منورانا. ازيك يا حسن عامل ايه؟ ما تتخيلش مدى سعادة البيت بيك كامل، كلهم عمالين بيقولوا ايه ده صاحبك ده منورنا جامد يعني وكده، وعمال اقول لهم يا جماعه يعني ما بلاش مبالغه يعني في الترحيب. قالوا لا ده حقه طبعا يعني. والله العظيم ثلاثه المدام وحسن نفس الاحساس عنديهم، يقولوا لي يا عطية ده كننا عندينا هناك في سوهاج بالضبط، ده كننا بيتنا. يا سلام، والله القلوب عند بعضها يعني. وبص انا عايزك فعلا تحس ان انت في بيتك، يعني مثلا لو في اكل معين بتاكلوه شرب معين بتشربوه، يعني بص اطلب من غير ما تتكسف خالص، انا اخوك طبعا عطية. الله يخليك عدول، هو يعني اصل في الفطار عندينا شوية طلبات كده للولد حسن، يعني هو اصل يحب في الفطار ده يحب يعني بيض مسلوق وبيض عيون، ويحب كمان لبن منزوع الدسم، ولو فيه عيش ما محمص قوي ولا محمص يعني شوية يعني بالبنيل يعني. وبعدين المدام عندها صلاة تحب الشكل لما قوي. صدق اللي قال فعلا والله عطية، الأيام الحلوة بتمر أوام. شوف بص اليومين خلصوا بسرعة ازاي دلوقتي حالا. يعني أنا عارف طبعا إن أنت زعلان إن أنت ماشي يعني، واليومين دول صعبوا عليك إنك قابلت صاحبك وحسيت إنك في بيتك وكل حاجة، بس أنا كمان زعلان والله أكتر منك. بص زعلان ازاي يعني؟ والله يا عادل ما عارف أبتدي منين الحكاية. يا سيدي اي حكايه عايز تحكيها احكيها لنا واحنا رايحين على المطار، ما تقوم تغير الجلابيه دي بقى يا عم ونتكل على الله. لو في مطار من اساسه مفيش مطار. ايه هتسافر بالباص ولا في حتى باص؟ امال ايه هتسافر بالتوك توك ولا ايه؟ انا يعني ما عارف اقول لك ايه يا عادل، بس اصطنيه بصراحه يعني هربان من الناس بتدور علي. انا عندي طار يا عادل. طار؟ معقوله عطيه انت قتلت؟ انت قاتل عطيه قاتل؟ على اليمين ما قتلت حد. امال يعني عليك طار ازاي؟ بالوراثه يعني ولا ايه؟ افهمك يعني، امسك الفشاره دي. انا كنت بعالج جاموسه عندنا في البلد، قوم عالجتها غلط ماتت الجاموسه، اصحاب الجاموسه رسهم 1000 جزمه قديمه يقتلوني بدالها، اليه جاموسه ورسين على ابوهم وغلي عليهم.
يا سلام يعني عطية، تم كنت تديهم تمن الجاموسة وتخلص من الدوشة دي؟ على اليمين عرضت عليهم الطاق طاجين وثلاثة واربعة مرضيينش. يا للدرجة دي يعني الجاموسة دي غالي عليهم؟ واحد منهم قال له هم طنجر العمة لو كتلت والدي كان احسن لك. يا طب وانت كنت بتفكر بقى يعني انك انت في موضوع السفر ده اما تسافر وترجع يكونوا نسيوا؟ ما هي المشكلة انك كتبت عليك لما قلت لك اني حسافر برا مصر، انا هربان منيهم عشان بيدور عليا. آه يعني كمان مش طلعت بقى قاتل جاموسة، ده انت كمان طلعت قاتل وكذاب، معقولة يعني عطية؟ معلش يا عادل غصب عني، أنا بصراحة اخترتك عشان هم ما يعرفوش طريقك، هم دلوقتي بيدوروا عليا فمعلش. يا ريتهم كانوا يعرفوا طريقي يا عم وخلصنا من الدوشة اللي احنا فيها دي. معلش يا عادل يعني أنا مش هطول في القعدة عندك، هم يعني شهرين ثلاثة قول أربع شهور وبعدين فك من عندك يعني مفيش حاجة. تفك من عندي ثلاث أربع شهور وبعدين تفك إيه يا عم؟ تفك إيه يا عم؟ استغفر الله العظيم، والله ما عارف أقول لك إيه، والله ما عارف أقول لك إيه. بس بص حلها الوحيد بقى إن أنا أفكر نشوف أي حل، بس الجماعة اللي هنا لو سمحت أنا هنزل أروح البازار وأرجع، يا ريت ما حدش منهم يعرف أي حاجة لغاية ما نفكر هنعمل إيه. عيب يا راجل، سرك كبير. سر انا اللي كبير ماشي. ما اقول لك يا عادل. ايوه. عينت الفشار اللي انت جايبها دي مليحه قوي قوي قوي. يا ريت تكتر منها وانت راجع. ليك عندي حل يا دولة اقوله لك؟ لا ما تقولش. عينيا يا دولة. بص يا سيدي انا شفت الحل ده قبل كده في فيلم، انت احسن حاجه يا دوله تعملها تخلي صاحبك ده هون يقوم واخد كفنه ورايح للناس زي ما البطل عمل في الفيلم بالظبط، ويقوموا هم بقى دابحين مكانه خروف، واحنا بقى هنبقى ساعتها معاه نقوم واخدين بقى نصيبنا من اللحمه ولا من شات ولا من رحم. على اساس ايه يعني؟ انا مش فاهم يعني، انت كل اللي همك انك انت تاخد حته لحمه ومش اشكال بقى عطيه صاحبي ده يموت ولا يولع؟ يعني انا كده غلطان اني بشوف لك حل يا دوله؟ انا اللي غلطان، انا اللي غلطان ان انا بتكلم معاك وبقول لك على مشكلتي. اصل امشي امشي يلا غور من وشي يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه ده انتوا مين؟ ازيك يا اخ عادل؟ الله يسلمك. يعني انتوا مين؟ انا عنتر ابو شنب. واكيد اللي معاك ده هو الشنب. لا ده اخوي الهلال ابو شنب. اخوك ازاي يعني؟ مش معقوله، اكيد هو من شنب من اب تاني مثلا. مش عاجبك ولا ايه؟ عموما ده مش موضوعنا، انا جايين لك في كلمتين ورد غطاهم يا اخ عادل. اتفضل يا سيدي، اتفضل يا استاذ عنتر قول الكلمتين وانا علي غطاهم يا سيدي. نعايزينك تسلمنا عطيه البنداري اللي مستخبي حداك في الشقه. ايه عطيه البنداري؟ انا ما اعرفش حد بالاسم ده. يا دول عطيه الصعيد يا اللي هو في الشقه. اخ عادل على راي البليس الانكار مش هيفيدك، احنا مراكبينه وعارفين انه حداك في الشقه. نخرب بيتك يا عطيه على بيتك يا رمزي. والمعلومك احنا كنا نقدر نخش نجيبه لكن عيب الشقه فيها ستات. الحمد لله ان فيها ستات اخيرا بقى لهم فايده. ناوي تسلمه لنا ولا نتصرف بطريقتنا؟ يا عم ايه ده انت بس بمسدس اللعبه اللي في ايدك ده بس عشان ما يبص وما تعرفش ترجعه؟ ايه ده كده؟ انا بتكلم مع الراجل يعني. بص حضرتك يعني انا من رايي ان احنا نتفاهم. نتفاهم؟ نتفاهم على ايه عاد؟ ما اللي حصل حصل وماتت احلى دموسه في البر كله. ايوه يعني مش معقوله حضرتك يعني تموت واحد عشان خاطر جاموسه. ما انت مش عارف غلاوه الدموسه عندنا. زي ما انت شايف ايه اللي بيحصل للهلال لما بتيجي سيره الغاليه. خلاص انا من رايي يعني بهدوء بس يا استاذ هلالي، انا من رايي ان اجتمع انا وحضرتك والاستاذ هلالي والاستاذ عطيه ونقعد مع بعضينا نشوف حل للحكايه دي. حل ايه؟ بقول لك احلى جاموسه في البر كله. يا عم ما تقعدش كل شويه بقى تقعد تقول جاموسه، الراجل بيعمل مالك يا سي عادل؟ ده لو كان جه على عيل من عيالي كان بقى اهون في داهيه. يعني قصدك ايه تضحي بعيل من عيالك يعني؟ الخلاصه ننجيلك بكره في نفس الميعاد على القهوه، تكون جاي وجايب عطيه البنداري معاك، والا هيبقى لينا تصرف تاني. ايوه ولو ما جيتش هتبقى العواقب صعيبه عليك. مش عارف يا اخي هلالي، انا شاكك كده ان انت تبقى من الصعيد يعني. امال من وين يعني؟ نيوجيرسي؟ لا حاسس يعني ان انت من القصير من القصيرين يعني، وكنت بتجري وانت اصغر من كده ورا اي جاموسه معديه. جاموسه 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 عادل يا فندم. خلاص خلاص خلاص
خلاص خلاص انا اسف انا اسف انا كنت بهزر يعني عادل يا فندم مش عارف ان هو بيحصل له كده لما الواحد يقول جامو اسمه عادل ده بانه بيضحك علينا ومش ناوي يجي يا اخوي يبقى هو الجاني على روحه لا هو لعب عيال ولا ايه السلام عليكم يا بلدينا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ما تعرفش قطر السعيد اللي بيطلع من محطه مصر هيطلع الساعه كام بالظبط واحنا ايش درانا شايفنا كمساري ولا ايه روح روح اسال في المحطه طيب محسوبكم عن تبلي ابو حواجب بطل من ابطال الصعيد الجواني وانت ايه اللي جابك مصر يا اخ عن تبلي بيني وبينك في طار كنت جاي اخده بس ضميري صحي وقال لي ارجع يا عن تبلي ارجع يا عن تبلي وارجع يا عن تبلي ورجعت عن الطار يعني اتفرط افطارك ولا ايه ده عار عليك انا طخك يا عم تطخني ليه انت مالك انت مين ده ده اخوي الهلالي اخوك الهلالي بص يا هلالي هلالي ازاي بص يا هلالي بص يا هلالي العار انك الواحد مالوش ذنب وعنده عيال مالوش ذنب كيف يعني ايوه لان اللي حصل ان الحمار بتاعه رفس الخروف بتاعي فقتله ها فقتله فانا قلت راسي والف سيف لازم اقتله لكن ضميري صحي ها ضميري صحي وقال لي عن تبلي يعني انت بتستهبل عن تبلي دي عنده عيال بح وعملت ايه لما شفته اول ما شفته شفت عياله وهم متيتمين ومتشردين في الشوارع صعب علي وضميري صحي ما كل شويه يصحى ضميري صحي وقال لي عيب اوعى تعمل كده صدق كلامك صح مش عارف ليه مأثر فيي كويس ان كلامي مأثر فيك انت لو كان قصر فيك انت ما كناش عنلاقيك واصل ربنا يقدم ما فيه الخير طيب انا هتكل انا على الله عشان الحق القطر لان ضميري صحي ايوه وقال لي يمكن ما تلحقش القطر سلام عليك سلام يا بلدينا توصل بالسلامة ان شاء الله عادي اتأخر علينا يا عنتر مالك يا عنتر سارح فيه بفكر في كلام الراجل اللي اسمه عنتبلي ده صدق كلامه صح يعني ايه مش فاهمك انت ناوي على ايه يا اخوي السلام عليكم معلش اتاخرت عليكم المواصلات بقى انتوا عارفين عامله ازاي يعني انت هتضحك علينا ولا ايه كنا متفقين معاك تجيب عطيه مش ولده يا عم بلاش مسدس اللعبه اللي في ايدك ده انا اصلي صراحه يعني بص يا معلم عنتر انا بصراحه كنت جايب عطيه معايا لكن حصل ظروف يعني امال هو فين يعني تهف زحمة المواصلات ولا ايه؟ لا يا فيتك ما تهش في زحمة المواصلات وبعدين لو سمحت يعني خليك محضر خير اما بكلم مع الكبير يا ريت بقى القصير الصغير ما يتكلمش يعني قول اللي عندك ايه اللي حصل؟ اللي حصل يعني صراحة يعني ان انا اما الولد ابن عطية يعني حسن اسمه حسن هو اما عارف ان ابويا عيني بقى هيتقتل وان هو هيتيتم وهيتشرط في الشوارع وكده فمن ساعتها بقى من بالليل عيني مش عارف بقى لا يضحك ولا يتضايق ومكتئب وزعلان وكده يعني قصدك ايه بالكلام ده يعني قصدي عيني ان الولد من امبارح ما دقش لقمة في بقه ما كلش خالص لا كلت يا عم بص يا عيني مكتئب ازاي ومتضايق عفى الله عما سلف فدايا للجاموس عشان خاطر ابنه بس يدفع ثمن الجاموسه برضو يا سلام وانت جيت في جمل يا عم دي جاموسه يعني ما جراش حاجه وبالمره بقى يا جماعه انتوا الاثنين تكونوا معزومين عندي النهارده ناكل لقمه مع بعض كده وتبلغوا عطيه بنفسكم اتفقنا اتفقنا اتفقين اهم حاجه والله يا جماعه انا مبسوط ان انتوا ضميركم صحي يعني ما شاء الله يعني السلام عليكم السلام